مدينة الموصل القديمة تعتبر من المدن التاريخية اللي بتحافظ على طقوس رمضان. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن المسحراتي اللي بيلف شوارع الموصل القديمة بالعراق علشان يصح الناس للسحور في رمضان. يجوب المسحرات العراقي غفران ثامر الشوارع الضيقة بمدينة الموصل القديمة ليوقظ المسلمين لتناول وجبة السحور قبل أذان الفجر خلال شهر رمضان. وتقليد المسحرات مستمر عبر الأجيال على الرغم من التقدم التكنولوجي ووفرة أجهزة المنبه، فهو جزء من الروح الاحتفالية لشهر رمضان. الحمد لله ما بعد تحرير الموصل 2018 بلشت بهذا المشوار وبلشت بهذا المشروع كدور مسحرتي، أطلع إلى المدينة القديمة كلها، لأن تعرف أنت هذا الشيء محظور عندهم. فمن أفوت أنا كدور مسحرتي العالم كله تطلع، خاصة إن كان شباب وإن كان شايب وإن كان طفل وإن كان مغة كبيرة، فكلهم يطلعون ورحبون بي ويستقبلوني بتمغاي ويستقبلوني بزلابياي ويستقبلوني بقلاص ماي. ويعتبر تاريخ المسحرات من الإرث القديم ويعود إلى عشرينيات القرن الماضي، فكانت الناس تستخدم المسحرات، وكان يمتهن هذه المهنة شخص من المنطقة بحيث يأخذ على عاتقه أن يدور على الناس إما بواسطة الطبلة أو كان يدق على أبواب الناس بالليل حتى يستيقظوا على السحور. اهتمام العراقيين في الموصل القديمة بتراثهم زاد بعد تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية التي ظهرت في عام 2014، وأصبح هناك اهتمام كبير باستعادة الإرث الحضاري للمدينة، خاصة طقوس رمضان التي من بينها مهنة المسحرات. بعد تحرير المدينة والحمد لله بعد ما تنفست المدينة وبدأت الحياة تدب للمدينة، بدأت الناس تدور على الموروث الشعبي اللي كان موجود بالمدينة. تعرف أنت المدينة الموصل مدينة حضارية قديمة عمرها أكثر من 7000 سنة، بيها تراكمات حضارية وبيها تراكمات إرث حضاري قديم وثقيل جدا. واحدة منهم هذه كانت احنا نسميها يعني طقوس رمضان، واحدة من طقوس رمضان المسحرتي. فبدأ قسم من الشباب يريدون يعيدون هذه الأيام وأمجادها.